ناخد بقى رأي الخبير التحكيمي والمحاضر الدولي كابتن ناصر عباس طبعا، يقول لنا رأيه في الموضوع ده، وإزاي 80 من 240 بس اللي نجحوا كابتن، 84 تحديدا يعني. تحياتي ليك يا عبد الرحمن، وسعيد جدا انا متواجد معاك النهارده، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا اللي سعداء بتواجد حضرتك معانا طبعا يا كابتن. وموضوع مهم جدا يا عبد الرحمن والله، يعني الله عليك انك انت تثير هذا الموضوع. طيب انا عايز اعرف اصلا الامتحان كان عباره عن ايه؟ يعني امتحان طيب. تحريري اصلا، اشرح لي بقى حضرتك خبير طبعا في الموضوع ده. يا عبد الرحمن عاوز اقول ان فيتور بيريرا لن ياتي بجديد. ده العادي المفروض يعني. على لساني انا بقول اهو، الخبير الاجنبي البرتغالي فيتور بيريرا لم ياتي بجديد، وهذا كان متبع قبل كده في لجان الحكام. طب هل كان العادي ان من 800 ما يقدمش 400؟ هكلم حضرتك. احنا انا اشتغلت في الحكام 8 سنين، مسؤول اللجنه الفنيه. بدايه كل موسم يا كابتن عبد الرحمن احنا بنجيب المقيمين، بنعمل كورس بنجمعهم تقريبا على 5 أو 6 معسكرات. طبيعي جدا جدا ان لما نجيب المقيمين طبيعي ان انت بتعمل امتحان للفوز. هو الهدف من الامتحان انك انت مش عشان تسقط وتنجح، ولكن الهدف من الامتحان انك انت بتقول للناس لابد انك انت تبقى عارف القانون، عشان لما تروح تراقب حكم ما تتفاجئش بان هو بياخد قرار في تعديلات القانون وانت ما تبقاش عارف حاجه عن التعديلات. ودي كارثه يا كابتن عبد الرحمن، وحضرتك كده اكتر. طبعا. واحكي لك موقف مهم جدا في هذا الموضوع. كانت هناك تدار مباراه، وكانت التعديلات كانت نزلت اتطبقت، والحكم بيعمل تعديل بينفذ تطبيق تعديل جديد من التعديلات. فوجئ ان المقيم نزل له بعد المباراه وساله انت ليه خدت القرار ده؟ قال انا خدت القرار طبقا للتعديل. ده طبعا موضوع كوميدي اللي حضرتك بتحكيه ده. اول مره اعرف التعديل. يعني مقيم ما يعرفش، المقيم اللي راح يقيم الحكم المقيم لا يعلم شيء عن التعديلات. اذن انا النهارده كابتن لما بجيب المقيمين مش بقلل منهم، لا، انت بتجيب المقيمين نمره واحد عشان خاطر تديهم التعديلات الجديده، لان هم ممكن ياخدوها بس ما يبقاش الشرح يعني داخل دماغهم قوي زي ما بيجي المسؤول اللجنه الفنيه بيشرحها. فاللي كان بيحصل جريء بيعملوا جريء احنا كنا بنعمله. ولكن هي بس القصه في ايه كابتن؟ ان بقى في ايه؟ في رسوب وفي نجاح. والكلام ده يعني هم يعني في البعض ما كانش بياخد على هذا الكلام، وبالتالي هو يقول لك انا مقيم ما ينفعش تمتحني وانا بقالي 10 سنين 12 سنه بقيم حكام، تيجي تمتحني ازاي؟ ما مش متطور ال 10 سنين دول هقيمك عشان المفاجاه. طبعا هقول لك على مفاجاه يا عبد الرحمن تاني عشان بس الناس تبقى مقتنعه. انا في 2020 دعيت لحضور كورس تبع الاتحاد الدولي، كان في 40 محاضر، وانا بقول لك محاضر، وانا كنت محاضر في الاتحاد الدولي الافريقي ومراقب وقيمت حكام في افريقيا. اتعمل كورس في دبي ما بين 20 محاضر من افريقيا و20 محاضر من اسيا، ال 40 محاضر امتحنوا يا كابتن عبد الرحمن امتحنا، انت متخيل؟ امتحنا المحاضرين مش المحاضر اللي بيحاضر. نعم المحاضر اللي جاي حاضر اللي امتحن، يعني اللي جاي حاضر مش مقيم بقى ولا حكم. كانوا محاضرين من الاتحاد الدولي يا عبد الرحمن. مفيش عيب ابدا ان احنا نمتحن واحنا نتعلم، مفيش مشكله، ولكن هي يعني الامتحان ده مش بدعه، مش حاجه جديده الراجل عملها. لا هو ما عملش، انا قلت لك فيتور بيريرا لن ياتي بجديد، واللي بيعمله دوت احنا كنا بنعمله. هو عنده يعني ايه هو يعني ايه هو درجه النجاح المفترض في الفيديو تيست كانت هي 75 ديت، يعني ايه انك انت تعدي من الاختبار اللي يجي لك. ايضا في حالات اسمها فيديو تيست، وفي تريفيا اللي هي الاسئله والقانون بالانجلش. هنا في درجه نجاح، لو انت ما عدتش درجه النجاح بتعتبر نفسك سقط. اللي انا لحد علمي اللي حصل ايه يا كابتن؟ حصلت مشكله في يعني كده بيريرا ماشي على الطريق الصح في فكره التقييم طبعا. بيريرا ماشي على الطريق الصح، وانا قلت لك لن ياتي بجديد، واللي بيعمله ده هو دوت اللي بيتعمل في جميع اللجان الاتحادات القاريه والمحليه والدوليه. وده كان بيتعمل في مصر ولا يعني ده في انا بقول لك انا كنت بعمله، يعني احنا في مصر عملناه للمقيمين. طب ليه يا كابتن في 400 ما جوش؟ لو هو بيتعمل طيب. والناس متعوده عليه، ليه من 800 ما جاش 400؟ سؤال مهم جدا يا عبد الرحمن، انت بتقول سؤال مهم. في بعض الحكام قال لك انا ما ينفعش نمتحن،
ما ينفعش ان انا امتحن. ده لما عرفوا ان في نتيجه للنجاح، ولا ان هو ما ينفعش امتحن عشان انا راجل مقيم يعني؟ هو الراجل اشترط، قال لي يا عبد الرحمن القصه كانت دي، قال يا جماعه انا هعمل معسكرين، فقبل ما اخد الناس المعسكرات ديت مثلا هيبقى فيها 50 او 40 مقيم، مش هينفع اخد 300 واحد ادخلهم معسكرات، لابد ان انا اعمل امتحان الاول، واللي هينجح في الامتحان هيخش المعسكر. اللي هينجح في الامتحان يا عبد الرحمن بيه هيخش المعسكر. فبالتالي عمل الامتحان للكل. في ناس دخلت الامتحان يعني جالها اللينك بتاع الامتحان وجاوبت وبعتت. وفي ناس رفضت ان هي تمتحن، وفي ناس كان عندها مشكله في ان هي ازاي تبعت، لان انت بتبعت الامتحان بعد ما يبعت لك الامتحان مثلا تحله بيقول لك ابعته لي على طول على الايميل في نفس اللحظه. التعامل على السيستم اونلاين يعني يا كابتن، مش حضور الامتحان. في ناس فشلت في ان هي تبعت، خلي بالك يعني كان عندنا مشكلتين، في ناس ما دخلتش اصلا وما امتحنتش، وفي ناس امتحنت وفشلت في ان هي تبعت. كلام غريب جدا يا كابتن الحقيقه، يعني حتى في ناس مش عارفه تحط امتحان على السيستم، وناس اصلا مش متكبره على انها تخش الاهتمام بالزبط. مش عاجبها الامتحان. ولكن انا بقول ان بريرا فيتور بريرا هو الراجل عاوز يعمل نظام، لان قلت لك لابد ان يكون المقيم فاهم القانون. ما انا قلت لك كابتن المقيم لابد ان هو يكون فاهم القانون، لانك انت في حاجه مهمه. عبد الرحمن انت مقيم مثلا ناصر عباس وعنده ماتش النهارده وانت مقيمي. تمام. المفترض بتنزل لي بعد المباراه بتنزل تقعد معايا. تقول لي ايه؟ تديني تقييم ريبورت. اثنين ثلاثه بتديني ما يجب تطويره في ادائي. تمام. وايضا لو في عندي حاله فنيه تكلمني فيها. طب لو انت مقيم وما عندكش كل هذه الامور الخاصه بالقانون، امال انت نازل تقيم الحكم ليه؟ وزي ما قلت لك مش عيب ان احنا نمتحن، مش عيب ان احنا كلنا نمتحن. الراجل حاطط نظام، انا بقول نظام صح، وبس هو الامور اتمناها العدد كبير، كانوا فيه 600 700 حكم بيراقبوا، ففي البعض منهم قال لك لا انا ما امتحنش، والبعض زي ما قلت لك لما فشل ان هو يبعت على السيستم، والبعض ممكن يكون عنده النت مثلا ضعيف، لانك انت بتبعت احيانا فيديوهات تحكيميه. وضحت يا كابتن جدا، وضحت جدا يعني، كان ضروري جدا. انا بشكر حضرتك طبعا يا كابتن، كان رايك مهم جدا، وكان لازم نسمع رايك عشان نفهم، وان دي حاجه مش بدعه، وان شاء الله لينا مداخلات تانية يا كابتن الفتره اللي جايه ان شاء الله في اي امور تخص التحكيم. حياتي.